اجتماع أخير صغير سريع بسيط. كل المرادفات. عشان كده عايز روحك تبقى ببساطة، وحتى وقت الصلاة الأخيرة لو أنت مشغول بالصلاة بوضع اليد مش هيبقى وقت طويل، ببساطة تستقبل بسهولة. ما شعبنا برضو تعود على الصلاة بوضع اليد بطريقة معينة، اللي هو إيه، تقعد بقى وتجهز نفسك وانت بتصلى لك القصة مش كده خالص. القصة هنحكي عن حاجة صغيرة فيها بقى. ازيكم؟ ما تصوروش قد ايه يسوع بيحب كنيسته، تصوروش قد ايه يسوع بيحب العروسة بتاعته، حضرتك وحضرتك العروسة، الكنيسة المجيدة. التدين ومعرفة الخير والشر تخلينا نتصور صورة معينة عن الرب، وإزاي بيتعامل معنا صورة مشوهة، زي اللي أخذ وزنة واحدة وكانت صورة مشوهة عن السيد، قال له علمت أنك سيد قاسي. معرفة الخير والشر، سيستم الخير والشر، سيستم المحدودية، سيستم عوز، سيستم بالعافية، سيستم لو حد أخد شفاء يبقى الشفاء خلص عنده فأنا مش هاخد شفاء، سيستم اللعنة والبركة، فلو حد أخد بركة يبقى كده البركة خلصت فبقى أنا متساب لي اللعنة، ربنا خلص اللي عنده، سيستم لو حد تبارك وانا ما اتباركتش دلوقتي يبقى انا في اكيد في حاجه غلط. تعرفوش طبعا الناس دي اللي بتفكر بالطريقه دي، فانا اكيد في حاجه غلط علشان انا ما خدتش وهو اخد او هي اخدت. كل ده بتنسى قلب الاب، وبتنسى قلب العريس، وبتنسى انه لم يشفق على ابنه بذله لاجلنا، كيف لا يهبنا في ابنه ومع ابنه كل شيء. بتنسى السخاء الإلهي، بتنسى قلب الله، وبتفكر بطريقة العبد اللي السيد عنده وزنة واحدة وبالقطارة ادهالك واوعى يحصل فيها حاجة، ولو تجرت بيها وخسرت هيلسعك بالكرباج، فأحسن حاجة انك تطمرها عشان لما يجي تدهاله زي ما هي، اهو انا كنت امين في اللي انت ادتهوني، اهو يا عم زي ما هو محدش لمسه لأنك أنت سيد قاسي. عشان كده كثيرين يخافوا من الريسك في الروح. ليه؟ لأنه العبد اللي أخذ وزنة واحدة كان جواه العقلية دي، لو أنا غمرت وتاجرت بيها افرض خسرت، في عصايا وكرباج وراي، فأحسن حاجة أبقى في السليم. حد فهم حاجة؟ أبقى في السليم، أحط الوزنة أطمرها أهي زي ما هي، ولما يجي السيد أهو يا ريس عدانا العيب، حفظتلك على الوزنة بتاعتك. قال له أيها العبد الشرير، الرجل ما فقدش الوزنة على الأقل. قال له يا ريتك حطتها عند السيارفة، فاكرين؟ قال له يا ريتك حطتها عند السيارفة، دي ممكن تضيع، يا ريتك حطتها عند السيارفة، ممكن تطلع تنزل بحسب البورصة. لكن القصة مش كده، القصة السيد ما عندوش مشكلة انك تغامر وراه بالإيمان، هدي البساطة في المنزل. بتنسى نفسك وتتحرك بإيمان، انه بطرس يمشي على المياه دي مغمرة إيمان، انه غرق لا دينونة، انه قعد في المركب بيشفق على نفسه دينونة. فاهمين حاجة؟ لأنه القصة أنه البساطة التي في المسيح، أنك ناسي نفسك، باصص للسيد، باصص لسخاء قلبه، باصص لمحبته، باصص للنعمة اللي نازلة، ما بتنزلش، مش وعظات، ما بتنزلش عينك على نفسك وعلى ظروفك وعلى تشفق على النفس وعلى وليه ما حصلش وإيه السبب وليه مش عارف إيه وليه إيه. حبيبي ارفع عينك، ما تبصش تحت رجليك،
بص لقلبه، بص لعينيه طول الوقت. ولما ما يحصلش معاك حاجة ارجع بص لعينيه، لأن في عينيك كل حاجة بتحصل، في المسيح كل حاجة، كل اللي انت محتاجه موجود في لوكيشن اسمه الابن. لأن في الابن مش فكرة، الابن مش وعظة، الابن مش قصة من 2000 سنة، الابن موقع روحي، الابن اللي هو يسوع الابن. وفي الابن في هذا المكان حضرتك وحضرتك بتبقى ابن. عمري ما ببقى ابن إلا في الابن. لو أنا برا الابن وبحضر كل الاجتماعات مش هاخد ولا حاجة، لو أنا في الابن أنا وارث كل شيء، لأن الابن وارث كل شيء. فالقصة موقع، القصة لوكيشن، القصة قلبي وعنية مسكناني فين. النعمة التي نحن فيها مقيمين، قلبي وعنية مسكناني فين. الظروف بتحاول تسكنني برا النعمة، برا الابن. أفكارك ودماغك وتعوداتك والسيستم القديم بتاع التفكير، السيستم الزمان والمكان. ما عرفش كنتوا بتحضروا حصص الفيزياء ولا لا؟ كل حاجة في المخلوقات مربوطة بالزمان والمكان. كل حاجة في الخليقة كلها مربوطة بالزمان وبالمكان، عشان كده كل حاجة في الخليقة بتموت وبتبقى موجودة محدودة، محدودة بسبب المكان ومحدودة بسبب الزمان. فالزمان بيموت والمكان بيحد. كل حاجة في الكون مربوطة بالعاملين دول. عارفين الرسم البياني؟ طيب حضرتوا رسم بياني؟ اي حاجة بيبقى فيه معامل رأسي ومعامل أفقي. الخليقة كلها موجودة ما بين المعاملين دول، معامل أفقي ومعامل رأسي، معامل الزمان ومعامل المكان. ربنا برا الزمان والمكان، لأن جوه الزمان والمكان سلطان إبليس، لأن إبليس مخلوق. جوه الزمان والمكان سلطان الخطية، لأن الخطية مربوطة بزمان ومكان. لو خرجت نفسك بره الزمان والمكان أنت خرجت نفسك من سلطان الخطية، من سلطان الشكاية، من سلطان اللعنة والبركة. تقول لي خرج نفسي إزاي؟ أقولك ما ينفعش تخرج نفسك من الزمان والمكان، لأنك مربوط بالزمان ومربوط بالمكان. عشان كده يسوع جاء وخرجك من الزمان والمكان، لأن يسوع أبدي برا الزمان وبرا المكان غير محدود. عشان ياخد حضرتك ويحط جواك اللي حكوا من حكا عليه في الاجتماع اللي فات، خلود، عارفين فاكرين أختنا خلود؟ حط جواك حاجة اسمها الأبدية. عارفين يعني ايه أبدية؟ ما احنا أصل اللغة المتدينة اللينجو المتدين ده بتعودنا عليه. يعني ايه أبدية؟ يعني برا الزمان وبرا المكان. يعني ما تقدرش تحط المعاملين دول، المعامل الرأسي والمعامل الأفقي، وتحط فيه الأبدية. الأبدية برا، مش في الصفحة دي خالص، لأن الأبدية برا الزمن والأبدية برا المكان. ويسوع حط جواك هذه الإمكانية. إنسان الروح اللي جواك لا يخضع لسلطان الزمان والمكان. وأول ما الأبدية اللي جواك بتنفجر، أنا بحكي معاك، أول ما الأبدية اللي جواك تنفجر تقدر، ده اللي هنا المكان اللي فيه يشوع وقف وقال يا شمس دوم يا قمر دوم. إيه اللي حصل؟ الزمان وقف. هو مش الشمس وقفت، التايم وقف. انت جمال، لما عينك بتبص لتحت عينك بتبص على اللي حاصل وعلى اللي انت فيه، لما عينك بتترفع لفوق وتدرك هويتك. اوكي انا كان
لما بتدرك هويتك. رومية 8 أرى لك آية بس أنا ما. رومية 8 رومية 8 8 الذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. ده بيكلم مين؟ مؤمنين. الذين هم في الجسد تقول يعني أنا مش في الجسد؟ أقول لك أنا ملاش دعوة، مش أنا اللي بقول، الروح القدس هو اللي بيقول. لأن الناس في ناس ما تعرفهمش أنتوا بيحبوا الجسد قوي، تكلموا عن روح يقول لك بس أنا في الجسد. أي حبيبي أنا عارف أنك في الجسد، أنا بكلمك أهو. الذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. مش أنا اللي بقول، بولس الرسول بالروح القدس بيكلم مؤمنين بيقول لهم الذين هم في الجسد، يعني أنا مش في الجسد، كمل معايا. أما أنتم فلستم في الجسد، ما تكملش تقرأ، وقف هنا. أما أنتم فلستم إيه؟ بص على اللي جنبك قوله أنت مش في الجسد. يا وانا اللي بقول انت شايفنا. اما انتم فلستم في الجسد. طب ده بيكلم القادة، ده بيكلم السياح من امبارح لغايه دلوقتي. اه طب بتكلم عن السياح، بيكلم السياح في الروح، بيكلم كنيسة روميا، بيكلم العيال المراهقة، بيكلم الاطفال، بيكلم اللي شعرهم ابيض، بيقول لهم كده. مش بيكلم السياح اللي في الروح، مش بيكلم اللي جسدهم لم يتحلل، بيقول لهم كده. اما انتم فلستم في الجسد، انتوا هنا. اما انتم فلستم في الجسد بل ايه؟ بل في الروح، ان كان روح الله ساكن فيكم. حد هنا روح الله ساكن فيه؟ بص بقى للناحيه الثانيه وقول له انت مش في الجسد. اوكي خلاص خلاص، ما انت بصيت اكيد على ناحيه واحده فلازم تبص على الناحيه الثانيه. اوكي انا وراك وراك لغايه لما الهويه بتاعتك بس تدركها. انت هويتك ابديه، هويتك مش خاضعه لقانون الزمان والمكان. جسدك موجود في الزمان والمكان ده 100%. انا لا انكر، انا مش أنا لا أنكر جسدك موجود في الزمان والمكان، أما روحك مش موجودة في الزمان والمكان ومش خضعة لسلطان سيستم الزمان والمكان. لأن الزمان والمكان هو سلطان الخير والشر، هو سلطان الشكاية، هو سلطان اللعنة والبركة، هو سلطان إبليس. لو أنت خاضع لسلطان الزمان والمكان إبليس له السلطان. لو انت خاضع لروح الابديه اللي ساكن فيك انت ليك سلطان على الذي له سلطان في الزمان والمكان اللي هو ابليس. يسوع لما قال رئيس هذا العالم ياتي وليس له في شيء، لان يسوع ما كانش بيتعامل مع ارواح الشر من الزمان والمكان، كان بيتعامل معهم من الروح بسلطان على الزمان والمكان. عمر بيبقى ليك سلطان لحسم مواقع ولحسم انتصارات ولحسم ظروف في البيت ولحسم مخاوف وانت باصص وبتتأمل ومعجب وبتردد هوية الجسد المحدود بالزمان والمكان. لأن دولة دي قوانين، وهذه القوانين زي الجاذبية، دي قوانين طبيعية ما تقدرش تتعامل معها. ده الزمان والمكان، وجسدك ما بيقدرش يغير فيهم أي حاجة. سفر الجامعة يقولك من له سلطان على الموت، بس الروح لها سلطان. بس الروح برا الاندكس ده، برا المقاييس دي، برا السلطان ده، لأن الروح أبدي. فالجسد موجود في الزمان والمكان، أما الروح فروح أبدي، الروح له سلطان. لما 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 كل موقف، لما ابراهيم مثلا، ابراهيم قاعد جوه الاوضه بيقول انا ماضي عقيم وحيارس بيتي العزر الدمشقي العبدي، رب قال له اخرج من الاوضه، اخرج من الزمان والمكان، اخرج من القوقعه دي، اخرج من اللي انت شايفه، اخرج من الحته دي، وارفع عينك الى السماء، عد نجوم السماء. تصوروا انه كان ربنا عايزه يعد فعلا، يعني
35 36 37. ربنا كان بيخرجه بره 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 الامم، بره المشهد، بره المحدوديه، بره طريقه التفكير العقيمه، ويقول له عد نجوم السماء ان استطعت ان تعدها، هكذا يكون نسلك، هكذا يكون كم البركه لان اعددتها ليك. فعلا دي لغه العهد الجديد ليك وليك. اول ما بتخرج من الامم محدوديه الزمان والمكان، قاعد جوه الخيمه، اقرا ده في تكوين 15، قاعد جوه الخيمه بيشفق على نفسه، شايف العيان وشايف الظروف، وانا ماضي عقيم. فحبيبي اطلع ده وارفع عينك، عد نجوم السماء ان استطعت ان تعدها. واول ما عينك بتترفع بتخرج بره الزمان والمكان وتطلع لحته تانيه خالص منها، يقول لك فحسب له برا. وهو ده الموقف الحاسم في العلاقة ما بين إبراهيم والرب. أول ما إبراهيم ارتفع من المعامل الطبيعي وطلع على المعامل اللي فوق طبيعي المعجزي، لما كان دانيال قاعد واكتشف أنه إن جاء زمان نهاية السبي في دانيال 10، لأن كنا بنتكلم عن دانيال النهاردة، فابتدى بقى مسبخ على وجهه، وزي ما يكون حمل كل أمور الشعب والتمرد ووقف بيها قدام الرب. فجاله فاكرين رئيس الملائكة، الرؤساء الأولين جم يحاربوا معه، قالوا لأجل كلامك أنا أتيت. ودانيال منطرح فلمسه، قالوا لأنك لمستني قويتني، تكلم. أم نقله من انحصاره في الخطية وانحصاره في التاريخ اللي فات، وأم رافع عيني قال له بص حبيبي اللي بيحصل فوق ده، رئيس فارس جا وميخائيل جا وجبرائيل جا ورئيس اليونان نيجي الدنيا. أم نقله من واحد مسبخ في الرمل متذكر تاريخ الخطية بتاع شعبه، وأم رفعه لمستوى الرؤساء الأولين واللي حاصل في السماويات. رب دايما بيأتي ويمنقلك من الزمان والمكان والتاريخ والماضي واللي حصل واللي فين واللي حصل واللي كيت وليه وما حصلش، تعال نبص ليه ما حصلش. ارفع عينك واسكن في الحتة، شوف اللي ما يصنعه الرب، شوف قلب الله. ارفع عينك من الخيمة الضيقة اللي فيها عقم، وارفع عينك لكم المواريث، كم الوعود، نجوم السماء، وعود الرب المنطورة قدامك، المنشورة في الروح قدامك. يقولك مد إيدك وخد النجم ده، عد النجوم، خد الوعد ده، ده في الروح، ده في الروح. وما لو كان بيقوله كل الدرج ده كان إيه؟ كان بيأكل ورق يعني؟ ده في الروح، كل الدرج ده، شوف النجوم دي، خد النجم ده، خد الوعد ده، ودخله جوه روحك وكله واستطعم ودوق وادرك ان في الروح القوانين الطبيعية بتاعة الزمان والمكان. انتم لستم في الجسد. لو انت قاعد في كنيسة روميا كنت رفعت ايدك، انت بتهرج؟ لا، كنت رفعت ايدك تقول يعني تقول لبولس انت بتهرج، ما احنا في الجسد اهو. بس واضح ان بتوع روميا كان دمهم خفيف. صدقوا بولس انه انتم لستم في الجسد، انتم في الروح. واو، ليه؟ لان روح الله ساكن فيكم، خلاص انتم لستم في الجسد. ليه؟ لان الجسد ما بيعرفش يرضي الرب. لو طب ده بيكلم مؤمنين، طب ما بيكلم مؤمنين، الروح القدس ساكن فيهم، بس بس احنا في الجسد، ما احنا في الجسد. كان على امور الروح، خليك واقعي. واقعي دي كذبه، مش لانه انت بتقول خليك واقعي، بس انت عايز تقول بص على الجسد، بص على الخيمه بتاعتي، وانا لعذر دمشق وارثني. نو، ارفع عينك. انا قلت نختم بسرعه. عبرانيين، صارش قد ايه يسوع بيحبك. جاء الوقت انك تنسى نفسك، جاء وقت البساطه التي في المسيح. المسيح بيقول لك كل ما طلبتموه من الاب باسمي تنالونه. ايه اخبار؟ المسيح بيقول لك انا فتحت السماء فوقيك. ايه الاخبار؟ عبرانيين 6، روح القدس بيقول لك ذاقوا كلمه الله الصالحه. عبرانيين 6:5، وقوات الدهر الآتي. كتاب مقدس بيقول لك ان احد الحاجات الخمسة اللي بتطلق من بداءة اقوال المسيح الى البالغين، احد الحاجات هي قوات الدهر الآتي.
لو أنت مصدق في الاستنارة جوا روحك ومصدق في أنك بتدوق كلمة الرب الصالحة وبتدوق موهبة الرب السماوية وبتدوق شراكة مع الروح القدس، يبقى بتصدق ببساطة في حاجة اسمها قوات الظهر الآتي. والرب لما روحك بتقف قدام الرب وبترفع عينك من الجسد، رب يحيطك بحاجة اسمها قوات الظهر الآتي. أنت مش بتحتاج تعمل حاجة، أنت بتحتاج بس تصدق وتتسع وتخرج برا نفسك. بتحتاج تكون بسيط جدا زي ما بطرس ببساطة أم مادد رجليه ومشي على المية وعمل الرسك، عمل المغامرة اللي أدت أنه يغرق. بس الوحيد اللي تبل بطل للإيمان. أكيد ال 11 التانيين كانوا واقفين اتبل، وأكيد يسوع بص لهم قال لهم ها ما تبلتوش. حد فهم حاجة؟ يا ريتكم تبليتوا. أفضل يسوع إنك تتبل وأنت ماشي معاه من إنك تفضل ناشف. فهذا الاجتماع مخصص في نهاية المؤتمر مش عشان وعظة ولا إعلان، عشان تدرك إنك أول ما هنقف مع بعض أو حتى هنيجي نصلي مع بعض في الآخر، إن في قوة الروح القدس عايزة تحيط بيك بكل قوة موجودة في الروح عشان تحيط بإنسانك الروحي وتقوي. ده هدف هذه المشاركة. لما بيحكي عن قوات الظهر الآتي، كلمة قوات هنا هي كلمة مشهورة ومعروفة، هي كلمة دوناميس. أنا حكي عن آخر اجتماع وحكي كأنه تعليم، هعدي على كل كلمة قوة في اليوناني، لأن كل كلمة قوة في اليوناني كل واحدة منهم بتحمل بعد أو إعلان أو جهة أو جانب في القوة خاص. ايه الهدف من المشاركة البسيطة دي؟ انك تدرك ان جانب القوة دي معروض ليك، جانب القوة دي معروض ليك، جانب القوة دي معروض ليك، والرب عايز يحيطك بكل جوانب القوة اللي منها حاجة منها اسمها الديناميس بتاع الظهر الآتي. كلمة ديناميس في اليوناني تعني القوة المستعلنة. دي مش قوة داخلية، دي قوة ظاهرة، قوة خارجة. قوات الظهر الآتي يعني القوات المستعلنة للظهر الآتي. يعني إيه قوة مستعلنة؟ يعني مبقاش في قوة في حياتك لكن مش جايبة نتيجة. حد فاهم احنا رح يعني كل كلمة من الكلمات بتلمس جانب أنا محتاجه مش أنت. فأنا مش عايز يكون جوايا قوة مش بتطلع نتيجة، أنا عايز القوة اللي جوايا تظهر بمعنى أن يبقى بتجيب نتيجة. الكلمة الديناميس الكلمة اللي بتحمل هذا البعد، القوة الظاهرة. فلما قال قوات ظهر آتي استخدم من كل كلمات القوة، أنا هبص على 1، 2، 3، 4، 5 كلمات كتبتهم في ورق علشان ما 5 كلمات. الحقيقي هم في حوالي 8، بس أنا هبص على 5 بس منهم في العهد الجديد. أنا بص على 5 وكل واحدة منهم بتلمس حتة معينة من القوة الموجودة لإنسانك الروحي. الواحدة منهم اللي هي مربوطة بالآية اللي احنا بنحكي فيها في هذه المؤتمر قوات ظهر آتي هي كلمة ديناميس. إيه ديناميس دي؟ هو القوة الظاهرة لإعلان الملكوت، لإظهار الملكوت. ده اللي الرب قالها لما قال ستنالون قوة ما تحل الروح، عارفين؟ فتكونون ايه؟ ليه؟ لان دي قوه ايه؟ ظاهره، قوه مستعلنه، قوه مش مختبئه، مش قوه داخليه، دي قوه بتؤدي الى اظهار. فتنالون ديناميس ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. في حد هنا محتاج ديناميس؟ مفروض كلنا. ليه؟ انت مش عايز تكون جواك قوة مش ظاهرة، انت عايز تكون جواك قوة بتشهد عن الملكوت، بتساهم في امتداد الملكوت. القوة اللي بتظهر وبتشهد عن
إعلان الملكوت، عن شفاء الملكوت، عن حرية الملكوت، عن كل ما في إظهارات الملكوت. الجانب ده اسمه ديناميس. لما المرأة نزفت الدم لمست هود بيسوع، يسوع وقف وقال قوة خرجت مني. قوة دي ديناميس، يعني إيه؟ في حاجة ظهرة خرجت مني، قوة خرجت مني. ليه؟ لأن في واحد بيدرك حاجة واحدة، كانت قوة الرب لشفائهم. في ديناميس، في إظهار، في قوة خارجة للشفاء، في حاجة في الجو مكهربة مليانة قوة ديناميس لإظهار الملكوت. أمين. فأنا مش هطول، أدي أول كلمة، أول جانب، في قوة لإظهار الملكوت. لو أنت بتحضر اجتماعات لكن في نقص لإظهار القوة في حياتك في الاجتماع ده، أطلب الديناميس. أوكي، كلمة اللي وراها يوحنا 1 آية كلكم عارفينها، مش مترجمة قوة، بس هي في اليوناني بتاعها هي مربوطة بالقوة. يوحنا 1 في العربي مش مكتوبة قوة، مكتوبة سلطان. يوحنا 1:12 كل الذين قبلوه، أوكي، أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسم. تقول لي ده سلطان، أقولك آه، بس الكلمة في اليوناني مربوطة بالقوة، هو القوة التنفيذية، القوة اللي بتطلق التنفيذ. يعني في قوة في الكلام، في قوة في الإيمان بتفرض نفسها للتنفيذ، هي قوة تنفيذية. في الكلمة مختلفة عن ديناميس، هنا كلمة اسمها إكسوزيا. إكسوزيا يعني إيه؟ يعني قوة تنفيذ، قوة تشريع، قوة لما تقول كلمة لا ترجع فارغة. من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه، ده إيه؟ دي إكسوزيا، ده سلطان. أعطاهم سلطان على إخراج الشياطين، ده إيه؟ ده قوة تنفيذية. فدي كلمة تانية، يعني أرى لك الآية، أو نبص على آيتين من متى. متى 8 هقول لك ليه في الكلام مهم. متى 8 قصة مشهورة بتاعت قائد المئة، فاكرين؟ قالوا أنا مرتب تحت سلطان، ولأني مرتب تحت سلطان فلي سلطان. متى 10 دعا تلاميذه ال 12 أعطاهم سلطان على أرواح النجسة، إكسوزيا. ليه الكلام مهم؟ هو لما ربنا خلق العالم كانت إيه المادة اللي خلق بيها؟ إيه، ومين خلق التراب؟ آه، بس المادة اللي اتخلق منها اتخلقت من فين؟ آه، الصوت خلق المادة، المادة جت من فين؟ من العدم. حلو قوي. هو إيه العدم؟ من أنتوا عارفين، أنتوا بتقولوا كلام مهم قوي، بس ما محتاجين تركزوا فيه. الرب هو الوحيد اللي عنده القدرة أن يخلق من العدم، لأنه هو لو خلق الخليقة من حاجة، يبقى مين خلق الحاجة اللي الرب خلق منها الخليقة؟ فهو خلق من العدم. هو إيه العدم؟ أنا عارف معنى كلمة عدم. الرب خلق من نفسه، هو مصدر الخلق. الرب مصدر الخلق. الرب ايه؟ روح. الرب روح. الخليقة كلها مخلوقة من الروح. الكلمة شكلت الروح وحولتها المادة. بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله، لأن المخلوق الموجود قدامنا اتخلق من العدم، من لا شيء. فالرب من نفسه، الخليقة خرجت منه. عشان كده في أفسس يقولك الخليقة هترجع ليه، لأن الخليقة خارجة منه. الله روح، إذن المادة مخلوقة من الروح والكلمة.
عشان كده المادة ممكن تخضع للروح والكلمة. المادة مش بتخضع للجسد والكلمة، المادة بتخضع للروح والكلمة، لأن المادة مخلوقة من الرب الروح والكلمة. عشان كده حضرتك ما ينفعش تبقى جسدي. المادة مش هتخضع لحضرتك وانت جسد جواك الروح، المادة هتخضع لحضرتك لو انت روح بتقول كلمة الرب. المولود من الروح هو، عارفين زمان في واحنا اطفال كانوا نطلع السبورة اكتب الجملة دي 10 مرات. المولود من الروح هو روح. ليه؟ الخليقة اصلا، ما الخليقة اصلا لازم تخضع. من قال للجبل، التشريع اللي خارج، السلطان اعطاهم سلطان. سلطان يعني ايه؟ يعني اكسوزيا، يعني سلطان تنفيذي. اعطاهم سلطان ارواح الشر عشان يقول له اخرج فيخرج. ده بيكلم ايه؟ بيكلم المخلوقات. ايه اللي يخلي المخلوقات تخضع للصوت ابن الله؟ ان ابن الله روح، فبيقول اللي الخليقة تقدر تخضع عليه اللي هو الروح والكلمة. لو انت محتاج ان صلواتك او تشريعاتك او كلماتك او الكلمات الخارجة من فمك لا ترجع فارغة، انت محتاج تكون كلماتك كلمات الرب بروح الرب، لان الوحيد اللي كلماته لا ترجع فارغة هي كلمة الرب المقالة بالروح الرب. فكلمة الرب لا ترجع فارغة بل تنجح في كل ما ارسله الرب ليتجعل الارض، عارفين الايات دي، الارض تنبت وتلد. الخليقة تستجيب للصوت الإلهي اللي متقال بالروح الإلهي. أنتم لستم في الجسد بل أنتم في الروح. يعني المولود من الروح هو روح. الخليقة مولودة من الروح. الخليقة سقطت بسقوط آدم، بس الخليقة خلقت من الرب الروح اللي الكلمة بتاعة الرب شكلت ده إلى مادة، لأن الرب خلق الخليقة منه، هي خرجت منه وستعود لي، والرب روح. فالخليقة لا تخضع إلا للروح والكلمة الرب. والرب أم إدى الأرض، مزمور 115، أعطى الأرض لمين؟ لبني آدم. مزمور 115، ما تنساش الآية دي، أعطى الأرض لبني آدم عشان الأرض تخضع للإكسوزيا، للسلطان، للقوة التنفيذية بتاعت بني آدم. ليه؟ لأنه وضع فيه الروح وأعطى الكلمة. أوكي. لو أنت محتاج أن كلمتك تأتي بنتائج، أنت محتاج قوة تنفيذية، أنت محتاج إكسوزيا، وده موجود ليك في الرب. لما بتقف قدام الرب ولما نقف مع بعض النهاردة هنقف نصلي مع بعض. فديناميس كلمة، إكسوزيا دي كلمة تانية. أفسس 3 كلمة ثالثة، في حوالي 8 كلمات بس أنا مش هنعدي على 8. أفسس 3 قادر أن يفعل، أفسس 3:20 القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. لو دايما بحب أقول الآية، لو ربنا حط، لو روح القدس حط نقطة هنا، الآية تبقى جميلة ولا لأ؟ القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. الآية جميلة، عايز أقول لك الآية كده أجمل. تقولي أجمل من روح القدس؟ قايله أقول لك أجمل لسبب واحد، إنها أسهل. لأن بقية الآية، لو أنا آسف يعني، بيقوم واخد المسؤولية وبيحطها في حجرك. اللي أنت فرحان بيه في أول الآية ده بقى مسؤوليتك أنت. أنتوا مش هنا،
انتوا مش هنا. القادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. هللويا، ربنا عزانا يا اخوة. بس القادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر جدا او مما نطلب او نفتكر، الفعل ده اللي هو اكثر مما نطلب او نفتكر بحسب القوة التي تعمل فين حوالينا، تعمل فينا. فكل اللي انت اكثر مما تطلب او تفتخر تفتكر موجود فيك. فاللي انت فرحان بيه قوي بقى مسؤوليتك انت بحسب قوة التي تعمل فينا. كلمة قوة هنا كلمة تانية خالص، بس كلمة مشهورة قوي لأن الإنجليزي بتاعها قريب من اليوناني. إنرجيا، إنرجي، طاقة. فكلمة قوة هنا دي غير ديناميس، غير إكسوزيا، مش قوة إظهار ولا قوة تنفيذية، دي قوة فعل، دي طاقة فعل، دي طاقة إنك أنت تعمل حسب القوة التي تعمل فينا. قوة اللي بتطلق انرجي، بتطلق طاقة جواك. حد هنا يقول انا ابن الرب وحب رب بس مش جوايا طاقة؟ انت محتاج دي، انت محتاج الاظهار، انت محتاج القوة التنفيذية، وانت محتاج الطاقة موجودة ليك بحسب القوة التي تعمل فينا. ليه؟ لان في قوة علشان تعمل ما لم يخطر على بال. انتوا هنا؟ والقوة التي تعمل فيك ما لم يخطر على بال دي قوة القادر. فأتاري القادر مش هيعمل جلا جلا حواليك، القادر هيعمل بقوة فيك ما لم يخطر على بالك. بس عشان انت تعمل فبيديك قوة، انرجيا اللي هي جات منها كلمة انرجي بالانجليزي اللي هي قوة فعل، طاقة فعل. انتوا هنا؟ فلما تبقاش عندك قوة للفعل، في قوة عند الرب للفعل، ده في قوة مخصوصة باسمها، فاهمين؟ يعني حاجة مخصوصة بالاسم، وصفة مخصوصة. دي وصف، دي وصفة محتاج قوة للأكشن، ودي وصفة قوة التنفيذ، ودي وصفة قوة الإظهار. بس كل دول موجودين للإنسان الروحي لما يقف قدام الرب. ففي ديناميس، في إكسوزيا، وفي إنرجيا. في العربي مكتوبين قوة، بس في اليوناني كلمات متنوعة. كلمة نمرة 4، أفسس 6. أنتوا كويسين؟ طيب عرفتوا هنصلي لإيه؟ كل واحد يصلي بقى القوة اللي عايز، أو يصلي الخمسة بقى لو أنت إيه شهيتك مفتوحة. أفسس 6 آية مشهورة جدا. أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته. هنا بقى دي كلمة رابعة خالص اسمها كراتوس. كراتوس دي كلمة خاصة، دي قوة لا تقهر، قوة لا يقف أمامها شيء. كلمة رابعة مختلفة، أنا بقولك في 8 كلمات في اليوناني مترجمين في العربي قوة، بس كل كلمة منهم بتشاور على حاجة. ففي قوة تنفيذية، في قوة إظهارية، في قوة للفعل، وفي قوة لا تقهر. في الآية دي هو بولس الرسول مستخدم كلمة كراتوس، تقوى في الرب وفي شدة قوته. في الكراتوس اللي ملوش حل ده، عشان كده كله عمال بيشجعك فيه بعد أن تمم كل شيء أن تثبتوا ممنطقين أحقاقكم. ده الأفسس 6 صح مشهور قوي، بس بيقولك في حاجة اسمها كراتوس لحضرتك. عايز ملء الكراتوس، مستعمل لوقا هذه الكلمة في حتة تاني في سفر الأعمال، أعمال 19. كلمة كراتوس مش متكررة في الكتاب المقدس كتير، بس منشنها الروح القدس. أعمال 19 عدد 20،
ومش بيتكلم عنك بس بيتكلم عن مصدر الكراتوس. خلي بالك كراتوس يعني ايه؟ قوة مضمونة معمول عليها ختم الحكومة، الحكومة السماوية. عشان كده بقول الآية دي أعمال 19-20، هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى. تقوى دي كراتوس، تقوى بشدة. تقولي كلمة الرب تقوى؟ يعني ما يعني كلمة الرب بتخرج قوة لا تقهر بشدة. في أفسس 6 شدة قوته، في أعمال 19 قوة شديدة. بس القوة الشديدة دي الكراتوس، القوة التي لا تقهر بشدة، دي جاية من هذه الكلمة. أنتوا هنا فمحتاج قوة لا تقهر. غلبت في القوة، في قوة لا تقهر. خلي الكلمة تبقى جزء منك وتشدد بهذه القوة، واطلب هذا الكراتوس ليه؟ لأنه موجود ليك مع الإكسوزيا، مع الدينامس، مع الإنرجيا. في حاجة اسمها كراتوس. آخر كلمة، بطرس الأولى صح 4، بطرس الأولى صح 4. دي لذيذة بقى. هي كلمة قوة برضو بس معنى تاني خالص، أو معنى إضافي مش معنى تاني. بطرس الأولى صح 4، عدد 11، إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، إن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنح الله. قوة دي مش دينامس ومش إكسوزي ومش كراتوس ومش إنيرجي. كلمة قوة هنا إسكوس. إسكوس دي قوة، معنى الكلمة قوة تجعل الأمور سهلة. واضح إن في ناس عجباهم دي. عشان كده بقول لك كل كلمة برغم إنها مترجمة قوة بالعربي، لكن هو عمال بيقول لك في جانب من القوة كده، وفي جانب من القوة كده، وفي جانب من القوة. الحقيقة في 8 كلمات. وكل واحدة من دول رايحة أو واخدة أو بتلمس أو بتسدد أو بتملى جانب معين حضرتك وحضرتك وأنا محتاجينه في الحركة الروحية بتاعت إنسانك الروحي. إن كان يخدم أحد كأنه من قوة، من إسكوس يمنحها له الله، من قوة تجعل الأمور سهلة، تمهد الطريق قدامك. قوة بتقوم ممهدة الطريق قدامك. متقالة مرة كمان في يعقوب، أنا بختم خلاص عشان الوقت. يعقوب 5، اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، عدد 16، صلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. وتأتي الآية المشهورة، ما فيهاش قوة بس فيها كلمة إسكوس. طلبة البار تقتدر كثيرا في... تقتدر دي إسكوس. طلبة البار بتخرج قوة تجعل الأمور سهلة. تقتدر كثيرا في فعلها، يعني صلواتك تقوم متحركة قدامك ممهدة السكة. في إسكوس تخلي صلواتك بتمهد الطريق قدامك، مش تصلي وتجد الدنيا معصلجة. في قوة في الصلاة، طلبة البار، صلوات البار بتقوم مطلقة قوة تسهل الطريق قدامك. ليكم نفس. فكل جانب من هذه الكلمات من ترجمة في بطرس كما من قوة يمنح له الله، إن كان يخدم أحد كما من قوة. ليه؟ في قوة تجعل الأمور سهلة وإنت بتخدم، في قوة تجعل صلواتك تمهد الطريق قدامك بسهولة. ليه؟ هذه القوة اسمها إسكوس، أو الكلمة اليونانية بتاعتها مختلفة عن دينامس، مختلفة عن إكسوزيا، مختلفة عن باقي الكلمات. ليه؟ لأن كل جانب من الجوانب دول بيكمل صورة. أقول لكم آية بقى مجمعة، تصوروا في آية فيها أفسس 1، أفسس 1، ونختم بالآية دي، أفسس 1 19.
انتوا لما تقروها في الاصل تجنن وموسيقتها تجنن، لانه بولس الرسول مجمع اربع كلمات من الخمسه اللي احنا قلتهم دول. افسس 1:19 الروح القدس جميل، ما هي عظمه قدرته. افسس شايفينها؟ افسس 1:19 عظمه قدرته. قدرته دي الديناميس، قدرته دي في اليوناني الديناميس، القوه اللي هي ايه؟ ظهر، قوه اظهار. قدرته الفائقه نحونا نحن المؤمنين حسب عمل، عمل دي انرجي، شده دي كراتوس، قوته دي اسكوس. فعمل شده قوته لما تقراها في اليوناني انرجيا اوتوس كراتوس اسكوس. انا مش مقصودش ان انا يعني اقول لك اهو بقول يوناني، القصه مش كده. اقول لك تخيل معايا بولس بيقول لك في كوكتيل، حد فاهم حاجه؟ انا مجمع لك كله انرجيا اوتوس كراتوس اسكوس، يعني انا بحط لك العمل بتاع الشده بتاع القوه دي، قدرته الالهيه اللي بتنسكب ليك. ده ايه؟ ده مربوط بايه؟ ده مستنيره. تعال بقى نقرا، نبص بقى من الحته كلها ونصلي. مستنيره عيون اذهانكم لتعلموا رجاء دعوته وغنى مجد ميراثه في القديسين. وما هي بقى الكوكتيل بتاع القوه ده؟ الديناميس العظيم الفائق. بالفكرة بالمناسبة كلمة عظمة هي احد، عشان انا ما جبتهاش، بس هي احد الكلمة ستة من كلمة قوة، لان كلمة قوة مترجمة كتير عظمة، لان دي القوة اللي بتعظم الرب فقط. يعني بس فاللي عمله بولس بالروح القدس في آية 19 هو مجمع أمالجيميشن كده، مجمع كل القوة في بعضها. عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقاموا من الأموات وأجلسوا عن يمينه في السموات، أخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة. أنا عايز أوصل للآية التي هي جسده. إيه؟ ملء جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. كل نوع من أنواع القوة، قوات ظهر آتي، الديناميس الإظهار بتاع الزمن اللي جاي، كل نوع من أنواع القوة. أنت محتاج قوة سلطان، قوة إظهار، قوة للعمل، لأنك فقدت قوة العمل. محتاج قوة تسهل الأمور قدامك، أيا كان نوع القوة، القوة لا تقهر اللي أنت محتاجه موجود ليك في الروح. فهتقف تصلي وخلي إنسانك الروح يقول له رب أنا محتاج الخمسة، أنا محتاج الثمانية كلهم، حتى كل الفضلين، أنا محتاج الكل ينسكب في حياتي، أنا محتاج الكل ينسكب في حياتي. ولو هتطلع يتصلى معك أرجو إن ما تطلعش يتصلى معك، لكن لو هيطلع يتصلى معك عينك مرفوعة من نفسك، عينك مرفوعة أصلا عندي مشكلة، أخرج من الخيمة، عد نجوم السماء إن استطعت أن تعدها، أخرج من الخيمة وارفع عينك من الخادم وارفع عينك من مشكلتك ووقف قدام الرب وقول له أنا مش عايز غير قوة تنسكب من الأعالي. صلى معايا ثانية أنا بستقبل قوة، صلى معايا دقيقة أنا بتسقبل قوة، في قوة تنسكب. وكل نوع من أنواع القوة الرب عايز يسكبه في حياتنا. أمين. لأن رب يخرج شعب قوي، رب يخرج زمن قوي في حياتنا، رب يخرج عروس قوية في العالم العربي، رب يطلع قوات ظهر آتي، الديناميس القوة الظاهرة، جاء وقت استعلان قوة الرب. كم واحد مصدق معايا إن جاء وقت استعلان قوة الرب في العالم العربي بقوات ظهر آتي، بالديناميس بتاع الظهر الآتي؟ كل نوع من أنواع القوة رب عايز يسكبه على الكنيسة، عشان بيخرج من الكنيسة ما لم يخرج منها من قبل، ما لم يخطر على بال، ما أعده الرب، ما لم يخطر على بال بحسب القوة التي إيه؟ الإنرجيا اللي شغالة، القوة الفعل اللي شغالة فينا، في كل واحد واحدة فينا. فمن يخدم كما من قوة يمنح له الله. أمين. تعال نغمض عيننا ونصلي مع بعض.